بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم إلى مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. أرحب بفضيلته لدى تفضله بإجابة السادة المستمعين في بداية هذه الحلقة. حياكم الله وبارك فيك. نبدأ على بركة الله بتناول رسائل السادة المستمعين التي جاءت لبرنامج نور على الدرب. أولى هذه الرسائل من الأخ الكريم الأخ أبو أسامة، يقول: أرجو أن تجيبوا على أسئلتي وجميعها تدور في فلك الحج. أرجو أن تتفضل دكتور صالح بإجابة الأخ أبو أسامة. في سؤاله الأول يقول: أنا بحمد الله تيسر لي الحج في العام الماضي، ولكن بعد الرجوع من عرفات أقمت 3 ليال بمنى ولم أطف طواف الإفاضة، فهل علي شيء في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن طواف الإفاضة الأفضل أن يؤدى في يوم العيد، ويجوز أن يتأخر إلى اليوم 11 أو 12 أو 13 أو ما بعد أيام الحج. فآخر طواف الإفاضة ليس له حد، وإنما التحديد في بدايته، يبدأ من منتصف الليل ليلة عيد الأضحى، وأما النهاية فلا حد لنهايته، ولكن كل ما تقدم فهو أفضل. فبناء على ذلك لا حرج عليك في تأخير طواف الإفاضة. نعم. لكن في هذا السؤال لم يشر فضيلة الدكتور إلى إنهاء طواف الإفاضة على الإطلاق. إذا لم يكن أداه فإن حجه لا يتم إلا به، فعليه أن يعود إلى مكة وأن يؤدي طواف الإفاضة حتى تكمل حجته، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، من تركه فإنه لا يتم حجه إلا به، لكن الوقت موسع ولله الحمد، فيعود ويأتي بطواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو إذا كان متمتعا فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي الذي أداه في الأول يكون للعمرة، والحج يحتاج إلى سعي بعد طواف الإفاضة. وهنا يجب التنبيه أيضا على ما إذا حصل منه جماع لزوجته في هذه الفترة، فإنه يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه يكون حينئذ وطئ زوجته بعد التحلل الأول، يكون عليه فدية، وهي ذبح شاة وزعها على مساكين الحرم كفارة عن الوطئ قبل طواف الإفاضة، لأنه قد أدى رمي جمرة العقبة وأدى حلق الرأس، يكون قد تحلل التحلل الأول. نعم. على هامش هذا السؤال، تبرز في مجالس الناس في أيام الحج فضيلة الدكتور تعداد من الأسئلة في هذه الجزئية من السؤال. يقولون أحيانا الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ثم يقولون الأفضل أن يقدم طواف الإفاضة على الوداع وهكذا. أرجو أن تبسطوا القول في هذه المسألة وما يثار أمام فضيلتكم أي في أيام الحج. طواف الإفاضة عرفنا أنه الأفضل أن يؤدى يوم العيد، أو أن يقدم بعد يوم العيد مهما أمكن، كل ما قدم فهو أفضل. أما طواف الوداع فهو متعلق بالسفر، إذا أراد أن يسافر الحاج إلى أهله فإنه قبل أن يغادر مكة يطوف 7 أشواط، تسمى طواف الوداع لأنها وداع للبيت عند السفر. ولو قدر أنه أخر طواف الإفاضة وأداه عند السفر فإنه يجزي عن طواف الوداع، لكن ينويه عن الإفاضة، لا ينويه عن الوداع، إنما ينويه عن الإفاضة ويجزي عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم.
بعد هذا ننتقل إلى جزئية أخرى في رسالة الأخ أبو أسامة، يقول: أثناء الحج وجدنا شمسية ملقاة على الأرض فأخذناها، فهل علينا شيء وهي ما زالت موجودة لدي؟ الشمسية إذا كان لها قيمة لا يجوز أخذها من الحرم، من أرض الحرم، إلا لمن يريد أن يبحث عن صاحبها وأن يعرف عليها حتى يجدها صاحبها. وكذلك اللقطة في خارج الحرم إذا كان لها قيمة فإنه لا يجوز أخذها إلا لمن يريد تعريف بها والتوصل إلى صاحبها إلى أن تمضي سنة وهو يعرف عليها وينادي عليها. وأما لقطة الحرم فإنها يعرف عليها دائما، لا يتقيد ذلك بسنة، قوله صلى الله عليه وسلم عن الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد، أي لمن يريد أن يعرف على اللقطة وينادي عليها حتى يجدها صاحبها. والشمسية التي أخذتها إذا كان لها قيمة فإنه يجب عليك أن تردها وأن تسلمها للجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة للحجاج، لأن هناك جهة مسؤولة في مكة تستلم الأشياء الضائعة للحجاج من أجل إيصالها إليهم مهما أمكن ذلك. نعم. أيضا من ضمن رسالة الأخ أبو أسامة رسالة تدور في فلك الطواف، يقول إنه بعد طواف الوداع لم يصلي ركعتي المقام أو خلف المقام، وكان الوقت وقت إذ صلاة العصر، فبعد الطواف صلينا العصر ومشينا من مكة إلى المدينة المنورة. نعم، ركعتا الطواف ليستا واجبتين، وإنما هما من سنن الطواف، فإذا تركهما فلا شيء عليه وطوافه صحيح. نعم. هل هناك آيات تقرأ في ركعتي الطواف فضيلة الدكتور؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. قالوا: والمناسبة أن قل يا أيها الكافرون في توحيد الألوهية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وأما قل هو الله أحد فإنها في توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الربوبية. فلكون هاتين السورتين جمعتا نوعي التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الطواف. ولو قرأ بغيرهما من القرآن جاز ذلك، ولكن الأفضل أن يقرأ بهاتين السورتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ننتقل بعد رسالة الأخ الكريم إلى رسالة للأخ المرسل نون ألف عين، يقول: نشاهد في كثير من الأحيان الاتجار والبيع والشراء والكسب في أجهزة الكمبيوتر وخاصة أجهزة الأطفال وما شابه ذلك والأشرطة المتعلقة بها، فما حكم الاتجار بها فضيلة الشيخ؟ الألعاب التي لا تشتمل على محرم لا بأس ببيعها، لأن الناس بحاجة إلى مثل هذه الأشياء لأجل ترويض أبنائهم وشغلهم عن الأذى والفراغ الذي قد يؤثر عليهم. فهذه الألعاب التي ليس فيها محرم وهي تؤدي غرضا صحيحا بالنسبة للأطفال من ناحية إشغالهم عما فيه مضرتهم لا بأس ببيعها. أما الألعاب التي فيها محرم كآلات اللهو أو الصور المجسمة أو الصور المرسومة على أوراق أو غير ذلك، صور بجميع أنواعها لا يجوز أن تجعل لعبا للأطفال وأن تباع عليهم. هذا هو الصحيح. وأن ما ورد من الرخصة في لعب الأطفال الصور إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بالنهي عن استعمال الصور بعد ذلك والوعيد على التصوير. نعم. فضيلة الدكتور، الواقع في رسالته أستشف سؤالا آخر، وهو أن هذه الأجهزة وخاصة أجهزة الكمبيوتر استغلت أو استخدمت بحمد الله في الآونة الأخيرة لبرمجة القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه أيضا في هذه الجزئية؟ إذا كان هذا الذي ذكرته صحيحا من واقع هذه الأفلام، هذه البرامج وهذه الكمبيوترات، وأنها استغلت للخير، فهذا شيء طيب، ونوجه
أوجه إليه، ولكن أنا في نفسي شيء من تسجيل القرآن في هذه الأشياء وإعطائه للأطفال، أو تسجيل الأحاديث النبوية وإعطائها للأطفال خشية أن يمتهنوها. أما إذا كان استعمالها بأيد أمينة وأيد تصونها عن العبث وعن الامتهان والأطفال يستفيدون منها، فهذا شيء طيب وأحسن من مجرد اللعب الذي لا فائدة فيه. ننتقل بعد هذا إلى رسالة أخرى في البرنامج. سؤال يقول: ما حكم التصفيق والتحضير للطفل أو التحبيب للطفل الصغير من أجل إدخال السرور إلى نفسه؟ لا بأس بملاعبة الطفل وإدخال السرور على نفسه. نعم، هذا مما من تربية الطفل والترويح عنه وإشغاله عما فيه مضرة عليه. نعم. سؤال أيضا يقول: شخص كلف بعمل وهو تدريس دروس في العقيدة والفقه، تعلمها من الأشرطة والكتب ولم يدرسها على يد معلم، وهو يدري أو أنه غير كفء لذلك لقلة علمه ودينه، ولا يوجد من يحل محله، فهل من الورع أن يترك الأمر أم أنه آثم في عدم التدريس؟ لا يجوز له أن يدرس ما دام أنه لم يتعلم على أيدي مدرسين أكفياء. مجرد كونه يستمع إلى أشرطة أو يقرأ في كتب، هذا لا يسوغ له أن يقوم بالتدريس، لأن هذا الذي يعتمد على الأشرطة أو يعتمد على مجرد قراءة الكتب قد يقع في أخطاء عظيمة وفي فهم خاطئ، ثم يدرسه للناس وينشره في الناس. تدريس لا يكون إلا بعد التأهل بالعلم والتأصيل على أيدي العلماء. هذا فيه خطورة عظيمة، كون التدريس يتولى أو الإرشاد أو الدعوة إلى الله أو الخطابة يتولاها أناس لم يتعلموا شيئا من العلم، وإنما يعتمدون على الأشرطة أو على مطالعة الكتب فقط، فهؤلاء غير مؤهلين، ويخشى أن ينشروا في الناس أخطاء عظيمة وأفهاما خاطئة ولو كانوا لم يقصدوها، إنما قصدهم الخير، ولكن مجرد القصد ومجرد النية لا يكفي، بل لا بد من وجود المؤهل العلمي الذي يعرفون به الحق من الباطل والخطأ من الصواب، حتى يعلموا الناس الخير ويحذروهم من الشر. نعم. أيضا بعد هذا السؤال أردف بسؤال له علاقة ومساس بالنية، يقول: إذا قمت بعمل صالح ولم تحضرني النية في طلب الأجر إلا بعد الانتهاء منه بفترة زمنية قد تطول، فهل لي الأجر أم يجب أن تحضرني النية أثناء وفي وقت القيام بالعمل؟ النية يجب أن تكون مع العمل، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن تكون النية مع العمل مقارنة للعمل، فإن أدي العمل بدون نية ثم نوى بعد ذلك لم تنفعه هذه النية. ولو فرضنا أنه مثلا صلى ركع وسجد وقام وفعل فعل الصلاة، إلا أنه لم يقصد الصلاة ثم نوى بعد ذلك، بعد ما انتهى نوى أن تكون صلاة فريضة أو نافلة، لم تجزئه ولم تنفعه لخلوها من النية. لو فرضنا مثلا أنه اغتسل بالماء وعليه جنابة، واغتسل بالماء بدون نية ثم نوى بعد ما فرغ أن يكون هذا عن الجنابة، لم ينفعه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك لو توضأ غسل أعضاء الوضوء لكن بدون نية الوضوء ثم نوى بعد ذلك، لم يجزه ذلك عن الوضوء لخلوه من النية، فالنية هي التي تصحح العمل. نعم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة أخرى من الأخ أبو عبد الله. في رسالته يقول كالتالي: توفيت أم الزوجة ولها عندي مبلغ من المال، لها 4 بنات، إحداهما زوجتي، مع العلم بأن زوجتي والأخرى من أب والأختان الأخريان من أب آخر، فكيف وزع المبلغ الموجود على 4 أم على 2، مع العلم بأن 2 أبوهم موجود والأخريان أبوهم متوفى؟ نعم، للبنات 4 الثلثان، لهن الثلثان من مال والدتهن بينهن بالسوية ثلثان، وليس هناك شرط فرق بين ولا فرق بين أن يكون من أب واحد أو من آباء متفرقين، لهن الثلثان والباقي يكون لأولى رجل ذكر. نعم.
نعم. يقول أيضا هل ممكن صلاة الليل أن تكون جماعة مع الزوجة والأولاد في المنزل؟ إذا كان هذا بصفة دائمة فلا يجوز، أما إذا فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك. إذا فعله بعض الأحيان صلوا جماعة صلاة الليل أو صلاة نافلة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه بعض الأحيان. أما المداومة على ذلك فلا يجوز إلا في صلاة التراويح، إلا في صلاة التراويح والقيام في رمضان. نعم. سائلة تقول في رسالتها: خطبني خاطب من بيئة يكثر فيها المنكر، ولخوفي على ديني خاصة وأنا أعلم من نفسي مدى ضعفي أمام المنكر، اشترطت عليه أن أبقى في منطقتي، أهله يريدون أن يبقى بجوارهم على أنه ليس العائل لهم، وأنا مصرة على طلبي، فهل ما أشترطه من حقي أم لا؟ أفتونا جزاكم الله كل خير. لك حق الاشتراط أن تبقى في بلدك، لا سيما وأن هذا الاشتراط لغرض صحيح وهو الابتعاد كما ذكرت عن أسباب الفتنة، فهذا شرط صحيح لك اشتراطه، ويجب عليه الوفاء بهذا الشرط. وإذا صلحت الحال بينك وبينه وزال المحذور الذي من أجله شرطت هذا الشرط فلا مانع من ترك هذا الشرط، لأنه حق لك، لك أن تتسامحي عنه. نعم. أيضا في رسالة الأخت الكريمة تقول: إنسان تاب إلى الله فهل عليه تذكر كل ذنب ويتوب من توبة خاصة، أم تجزئه توبة واحدة أو توبة واحدة عن جميع الذنوب؟ حسب النية، إذا نوى التوبة من جميع الذنوب أجزأته، وإذا نواها عن ذنب واحد فإنه تجزيه عن الذنب الواحد ويتوب عن بقية الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى بتوبته جميع الذنوب تاب الله عليه إذا توفرت شروط التوبة، وإذا نوى بعض الذنوب فإن بقيتها تحتاج إلى توبة منها. نعم. أنتقل بعد هذا إلى هذه الرسالة التي لم يكتب على نهاية أو في نهايتها اسم لشخص. يقول السائل: نعم، الحاج عبد الله صالح من الجمهورية اليمنية، أفتوني جزاكم الله خير في صلاتي، حيث أني أصلي والحمد لله في مقر عملي، بحيث وأنا أسمع النداء بالصوت المكبر، وأنا لم أتمكن من الصلاة في المسجد خوفا من أصحاب العمل، إلا في بعض الفرائض تقام جماعة في العمل ونصليها. إذا كان عملك يتطلب البقاء في مكانه فإنك معذور في صلاتك في محل العمل، لأن الجماعة صلاة الجماعة تسقط مع وجود العذر. فإذا كان عملك الذي اؤتمنت عليه يتطلب بقاءك فيه وقت الصلاة فإنك تصلي في مكان العمل وتسقط عنك صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب أو فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. دل على أن العذر المعتبر شرعا أنه يسقط وجوب حضور الجماعة. ومن الأعذار مسألة العمل إذا كان يتضرر، إذا كان العمل يتضرر بتركك له فإن هذا عذر يبيح لك أن تصلي في مكان العمل. نعم. نريد فضيلة الدكتور نقف قليلا على مسألة الصلاة داخل مقر العمل. هناك ممن يقولون إنهم غيورون أو غيورين على الإسلام، يحملون بعض الورق المخوفة لأولئك الذين يصلون داخل مقر أعمالهم، يقولون إنه لا تجوز الصلاة داخل العمل أو كذا وكذا، فما هي نصيحتكم لأولئك الذين يتناقلون مثل هذا الحديث؟ هو لا شك أن الأصل الصلاة في المساجد مهما أمكن ذلك، مهما أمكن الصلاة في المساجد مع الجماعة سواء للعاملين أو غيرهم، الموظفين وغير الموظفين، هذا هو الأصل. وأما إذا حصل عذر من الأعذار يمنع من الذهاب إلى المسجد، فللإنسان أو للجماعة أن يصلوا في مكان عملهم نظرا لعذرهم، واعتبار الأعذار أو عدم اعتبارها هذا أمر يحتاج إلى نظر، فما كل ما سمي عذرا يكون عذرا عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من تحقق العذر الشرعي الذي تبرأ به الذمة، وعلى الإنسان وعلى الجماعة وعلى الموظفين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لهم عذر شرعي أبيح لهم أن يصلوا في مكان عملهم، وإذا لم يكن لهم عذر شرعي فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يذهبوا إلى المساجد ويصلوا مع المسلمين. نعم. ننتقل بعد هذا إلى جزئية من رسالة مطولة لأختنا أم محمد، ولها مجموعة من الأسئلة.
نرجوها إن شاء الله إلى حلقات قادمة. في جزئية من الأسئلة تقول: ما هي حدود مكة المكرمة في الاتجاهات الأربعة؟ وهل صحيح أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة كالصلاة داخل الحرم؟ قصدها حدود مكة إن كان قصدها حدود الحرم. نعم. حدود الحرم معروفة محددة بالأميال ولله الحمد، أميال مقامة يعني أو أعمدة مقامة. نعم. على حدود الحرم، وقد جددت هذه الأيام من الدولة أيدها الله بنصره، جددت هذه الحدود وبينت على حدود الحرم، وهي معروفة تسمى بالأميال أو تسمى بحدود الحرم. أما مكة، نفس مكة ليس لها حدود، يعني نفس المباني ونفس السكان هذا ليس له حدود، وإنما هذا حسب الاتساع العمران وانحسار العمران، إنما الكلام على تحديد الحرم. نعم، الصلاة داخل الحرم. وأما المساجد التي أو من صلى داخل الحرم، يعني داخل الأميال، من صلى داخل الأميال فإنه يكون قد صلى في الحرم، سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان. ما كان داخل أميال الحرم وأنصاب الحرم المعروفة فإن له أجر المصلي في الحرم، في المسجد الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه. هذا يشمل كل الحرم، ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها كان ذلك أفضل. نعم. هذا ما اتسع به وقت هذه الحلقة لطرح أسئلة السادة المستمعين التي جاءت لبرنامج نور على الدرب. وفيما يتعلق برسالة الأخت الكريمة أم محمد، إن شاء الله سنرجع ما تبقى من هذه الأسئلة إلى حلقات برنامج نور على الدرب القادمة. أشكر في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات فضيلة ضيفنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.